السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن قصة لطيفة جدا حصلت للعالم الدنماركي الشهير نيلز بور لما كان طالب في الجامعة. نيلز بور اتولد سنة 1885 وتوفى سنة 1962 وحاصل على جائزة نوبل للفيزياء سنة 1922. لو حابب تسمع الحكاية من فضلك اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى نسمع الحكاية من أولها. بداية القصة ان الطالب نيلز هنريك ديفيد بور كان بيحضر امتحان للفيزياء في جامعة كوبنهاجن، والأستاذ بتاعه سأل سؤال في الامتحان بيقول عندنا ناطحة سحاب وباستخدام بارومتر عايزين نحسب طول العمارة. البارومتر هو جهاز ممكن نقيس به الضغط الجوي على سبيل المثال، وبرضه الدكتور بيستخدمه علشان يقيس به ضغط القلب. فاللي ما يعرفش يعني ايه بارومتر، هو باختصار مشابه للجهاز اللي الدكتور بيستخدمه علشان يقيس الضغط الدم بتاع حضرتك. الطالب نيلز بور جاوب إجابة سخيفة جدا من وجهة نظر الدكتور، إجابة لا تدل على طالب ذكي. قال احنا ممكن نجيب البارومتر ونقف فوق العمارة او ناطحة السحاب ونربط البارومتر بحبل وننزل البارومتر بالحبل لحد ما يلمس الأرض، وبعدين نشد تاني الحبل، وبعدين نقيس طول الحبل وطول البارومتر ويبقى هو ده طول العمارة. طبعا الإجابة ما فيهاش أي علاقة بالفيزياء ولا المعلومات اللي الدكتور درسها للطالب في مادة الفيزياء. الدكتور طبعا يعني كان مستاء جدا من الإجابة وقرر إنه يديله صفر في المادة في الامتحان كله وتجاهل حتى بقية الأسئلة. الطالب لما شاف النتيجة اعترض جدا، لأن الطالب مقتنع أنه جاوب إجابة صحيحة على السؤال، وقدم شكوى لإدارة الجامعة بيطالب بإعادة تصحيح ورقة الامتحان بتاعته. طبعا إجراء طبيعي بيتعمل في أغلب الجامعات حتى لحد النهاردة، أن لما بيحصل أن الطالب بيتظلم من تصحيح ورقته في أي امتحان بيقدم شكوى، والجامعة بتحاول أن هي تعمل لجنة يعني للتحكيم أنها تدرس هل الطالب عنده حق ولا الدكتور المصحح كان عنده حق. فالجامعة جامعة كوبنهاجن طلبت من أحد الأساتذة أن هو يكون زي حكم ويحاول يشوف ورقة الإجابة ويحاول يحل المشكلة. فالمحكم راح للدكتور واتكلم معاه عن ايه سبب المشكلة، فالدكتور وراله ورقة اجابة الطالب وقال له ان في سؤال يعني قلنا ان في ناطحة سحاب ومعنا بارومتر زئبقي ولقياس الضغط وقياس الضغط الجوي وعايزين نجيب طول العمارة باستخدام البارومتر. فالمحكم لما قرأ اجابة الطالب لقي ان الطالب كاتب انا هربط البارومتر بحبل وهنزل الحبل من فوق العمارة، هطلع فوق العمارة وهنزل البارومتر بالحبل لحد ما يلمس الأرض وهسحب تاني الحبل وهقيس طول الحبل ويبقى هو ده طول العمارة. طبعا الإجابة صحيحة لكنها لا تعكس أي معلومات عن الفيزياء. فالمحكم اقترح على الدكتور ان احنا ممكن نعيد له الامتحان تاني ونسأله نفس السؤال، بس نوجهه ان احنا محتاجين يعني نوع من المعرفة بالفيزياء. فالدكتور وافق، وكان الغريب ان الطالب كمان وافق والطالب ما اعترضش، فادوا للطالب 6 دقائق وقالوا له جاوب على نفس السؤال بس لازم اجابتك تعكس فهمك للفيزياء. فالطالب قعد حوالي 4-5 دقائق ما بيكتبش حاجه، والمحكم قال له انت يعني خلاص مش عايز تكتب حاجه، يعني معترف ان الجريد او التقدير اللي انت اخذته ده سليم. فالطالب قال له لا، قال له انا في دماغي اجابات كتير بس انا بحاول افكر ايه افضل اجابه ممكن تعجب الدكتور يعني. فقال له اكتب اي اجابه لان انت فاضل لك يعني دقيقه واحده ووقتك هيخلص. فالطالب كتب الاجابه بتاعته وسلم الورقه، و المحكم والدكتور بيقروا الإجابة فلقوا إن الطالب كاتب أنا ممكن أطلع فوق العمارة وآجي جنب السور بتاع العمارة من فوق يعني سطح العمارة ويكون معايا ستوب ووتش، ساعة ستوب ووتش، وأرمي البارومتر
بارومتر، انا معايا الكتله بتاعته، واقدر احسب الزمن اللي هياخده البارومتر لحد ما يقع على الارض تحت. وفي نفس الوقت انا عندي الجاذبيه، فباستخدام قانون يعني معروف اقدر احسب طول العماره. فطبعا دي اجابه صحيحه 100%، بس الطالب قال له يعني كتب لهم ان الله يعوض عليكم في البارومتر، لان البارومتر هيتكسر، وان هو الاجابه الاولانيه اللي كان كاتبها انه عايز يربطه بحبل لان هو عايز يحافظ على البارومتر انه ما يتكسرش. فالمحكم قال للدكتور، قال له يعني دي اجابه سليمه 100%، انت ايه رايك، يستحق انه ياخد درجه نهائيه في اجابه السؤال؟ قال له فعلا دي اجابه سليمه، والطالب انا هديله درجه نهائيه. كان لافت لنظر المحكم ان ان الطالب قال له وقت الامتحان ان انا عندي اجابات كتير. فالطالب المحكم لما خرج من المكتب وهو ماشي قابل الطالب تاني، فقال له انا عندي فضول اعرف ايه الاجابات التانية، فتعالوا نسمع ايه الاجابات التانية اللي الطالب اقترحها عشان يحل نفس السؤال. طبعا الطالب المبدع العبقري نيلز بور قال للمحكم انا عندي 5 اجابات غير الاجابة اللي انا كتبتها في الورقة. رقم 1، انا ممكن لو فيه شمس انا اجيب البارومتر وأقيس طول الظل، طول الظل بتاع البارومتر، وأنا عندي طول أقدر أقيس طول البارومتر نفسه. وبالنسبة للعمارة أقدر أقيس طول الظل بتاع العمارة، وبالنسبة ما بين ظل العمارة لظل البارومتر أقدر أجيب طول العمارة. ده رقم 1. رقم 2، أنا أقدر أجيب بندول، والبندول ده أحركه وأنا تحت على الأرض تحت العمارة، وأقدر أحرك البندول وأنا فوق العمارة، وباستخدام قانون الريستورينج فورس أقدر أحسب طول العمارة من خلال الفرق ما بين الريستورينج فورس بتاعة البندول تحت العمارة وفوق العمارة. الإجابة الثالثة، قال له العمارة عليها سلم طوارئ، أنا أقدر بكل بساطة أجي يعني على سلم الطوارئ، وباستخدام قياس البارومتر طول البارومتر اللي أنا عارف طوله أبدأ أحط يعني البارومتر وأحط علامة يعني زي طباشيرة أو حاجة، وأبدأ أحط البارومتر يعني خطوة خطوة لحد ما أحسب طول العمارة. الإجابة اللي بعد كده، ممكن نعقد الأمور أكتر وأقيس الضغط الجوي تحت العمارة وأقيس الضغط الجوي فوق العمارة، ومن خلال الفرق ما بين الضغط فوق وتحت أقدر أحسب طول العمارة. في الحقيقة هي دي الإجابة اللي كان أستاذ نيلز بور مستنيها، إن أنا أقيس الضغط الجوي فوق العمارة وأقيس الضغط الجوي تحت العمارة، ومن خلال الفرق يعني بالملي بار في الضغط الجوي أقدر أحسب طول العمارة. الإجابة الأخيرة، نيلز بور قال له إحنا ممكن نكبر دماغنا ويسيبنا من الفيزياء والحاجات المزعجة دي، أنا بكل بساطة أقدر أروح لحارس العمارة وأقول له أنا معايا بارومتر شيك وشكله حلو أهو، أنا هديهولك هدية لو قلت لي إيه طول العمارة. طبعا المحكم ضحك لما سمع يعني الإجابة دي. بس 6 إجابات عن سؤال بسيط في دماغ طالب مش بتأكد انه طالب غبي، بتأكد انه طالب عبقري، طالب مبدع في اجابته، طالب بيتعلم ازاي يفكر مش ازاي يحفظ. طبعا لما بقول لحضراتكم ان نيلز بور ده عالم شهير جدا، انا متأكد ان كل اللي بيسمعني درس حاجات عملها نيلز بور وممكن هو ما يكونش واخد باله. على سبيل المثال في اعدادي او في اولى اعدادي تقريبا يعني درسنا الذرة، وإن فيه نواة للذرة، وإن النواة دي فيه حواليها مدارات، وإن المدارات دي فيها إلكترونات يعني أعداد مختلفة من الإلكترونات، وإن الإلكترون ممكن يعني ينط من مدار لمدار آخر. والموديل ده أو يعني المنظومة دي اللي اقترحها نيلز بور، فيعني نيلز بور عالم فعلا شهير جدا، و ليه إسهامات كبيرة في نظرية الكم، وليه مجادلات ونقاشات علمية كبيرة جدا مع العالم الأشهر أينشتاين. ففي نهاية فيديو النهاردة أنا حابب أفكر حضراتكم إن إحنا الأفضل إن إحنا نعلم ولادنا يعني إزاي يفكروا مش يحفظوا، علشان يحل كويس في الامتحان وهو حافظ وبعد الامتحان
يعني يفقد الذاكره وما يكونش فاهم حاجه. فعلموا اولادكم ان هم يفكروا، علموا اولادكم انهم يبدعوا في الاجابه، يمكن يفشلوا في حياتهم وياخدوا جائزه نوبل زي نيلز بور ويبقوا علماء مشهورين وينفعوا الانسانيه وينفعوا بلادهم. شكرا جزيلا.